انا حللت لي بارون تاعي 2 ans باش يخلوني نسبق شعري باش تخلوني نسبقهم برك دونك ديجا بابا كي شافني لا بروميير فوا بشعري روز ما عجبوش الحال بزاف ما عجبوش الحال تخلع بوكو بسكو كان فليو هذا الامر يعني يتطلب جراءه يعني لازمك تكوني جريئه جدا علاش خممتي ديريه صراحه الغاز وي باسكو ديجا في الجزائر ما كاش دي فاما سي با كومون وكنت حابه جو كنت حابه نكون اونيك و فلازم نكون ديفيرون خالف تعرف فوالا انا سي وي وانا سي بوغ سا شعري دائما بوكلي 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 يقولوا لي علاش ما تلسيش شعرك ما نلسيش شعري باسكو مانيش حابه جي با انفي دو ريسومبلي او زوتر حاجه مليحه و بيس الغاز سي انكور بير ما ندمتيش ياك نو با دي تو سوف كو هذا ماشي شعري ايه Il n'y a pas longtemps sur la télé, Charlie Kanksé, donc c'est impossible de voir les talents déjà, c'est logique. Charlie, là, vous êtes là. C'est Charlie. ما فهمتش ما نعاكم فهم عاودي شرحي لنا شويه بالعقل بالك هذا ماشي شعرك الغاز شعرك خضر وي هذه سي تيوريك ماشي شعري وشعري صبغته خضر لا وتقدروا تشوفوا سوغ انستغرام فوالا صبغته خضر وبالك العام الجاي يصبغوا زرق العام الجاي من نصحك صبغي ازرق راهي تكون توندونس زرق وي وي سا سي سور ما فما ستوني معايا فيست بوا كاسي كيما تقول منى البناء نوجه لها تحيه في كلمه اخيره قبل ما نختموا واش تقولي لي غرطه اجراد نشجعوا بزاف و جو مي سوفيان وسينا الفيستيفال تاع جميله وكان تماك و جي لوكازيون دو رونكونتري انفان و فوالا سي اي شونس بور تا كارير فوالا طيب واش تقولي واش تقولي لنا لو يحطوك زعما يقرروا مستقبلا يخيروك باش تولي وزيره ما تقدريش تعرفي بالك تسرع صح لو كان يديسيديو باش يخيروك تولي وزيره وشنو هي الوزاره اللي تخيريها وعلاش نخير وزارة الثقافة علاش؟ باش باش كاع تخليهم يصبغوا شعرهم روز وازرق ندخلوا لهم الثقافة الواعرة سي سورتو بور انكوراجي لي جان في الميدان في الفن وكلش بور لوغ دوني دي زوبورتينيتي باش بور بارتاجي لوغ باسيون لو غران بوبليك Voilà, donc c'est ce que j'aimerais aussi. J'aimerais bien faire qu'ils organisent des concerts en Algérie pour les chanteurs algériens. Et voilà, donc là, si je deviens un jour Wizat Taqafa, c'est ce que j'aimerais. Encourager les jeunes, même Mikbar aussi, à exercer leur passion. Inch'Allah, Inch'Allah. Nous sommes avec la khitam du programme. Je vous remercie pour la kalima akhira. Tafadl ma'i Mohamed ou Iman. كلمة أخيرة داليا شيح البعيدة عن السياسة Alors,